جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يسأل ويقول: لي ابنة عمة أريد الزواج منها، وكنت سمعت من والدتي أنها أرضعتها رضاعا لم يبلغ 5 رضعات مشبعات، وكنت وأنا طفل صغير أسمع من جدتي لي ولها أنها، أي جدتي، كانت تقول لي حينما أشاكس معها مشاكسة الأطفال، كانت تقول لي: يا ولد التوى ثدي على فمك. ولا أستطيع الجزم بأنها كانت تنزل لي اللبن. ثم إني سألت بعض الناس وقالوا إن مثلها لا ينزل اللبن لكونها كبيرة في السن. ما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ تحريم الزواج بسبب الرضاع إنما يتم إذا تحقق الرضاع وبلغ الرضعات المحرمة، وكان في وقت الإرضاع، وأن يكون في الحولين، وأن يكون 5 رضعات فأكثر. فإذا توفرت هذه الشروط فإن الرضاع يكون محرما، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ ذلك ب5 رضعات معلومات يحرمن، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، والحديث الصحيح. وهذا الحديث يبين عدد الرضعات المحرمة، وأن ما كان أقل منها لا يحرم. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإنما الرضاعة من المجاعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. الله تعالى يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقت الرضاعة ما كان في الحولين، رضاعة المحرمة ما كان في الحولين. أما ما ذكرته من شبهة أن جدتك أرضعتك، وبناء على ذلك تخاف من تحريم بناتها أو بنات أولادها عليك، هذه شبهة. إذا أردت أن تتجنبها من أجل الشبهة والاحتياط فذلك شيء حسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا تركتها من باب تجنب الشبهة والاحتياط للدين فهذا شيء حسن، أما التحريم فلا يتم إلا بشبهة.